السوشيال ميديا بطبيعة الحال دايما بتجيب لنا حاجات جميلة فيها إيجابيات، زي ما كل حاجة يا منا ليها أضرارها ليها فوائدها. ودايما بقول كده، من أهم ومن أجمل مميزات السوشيال ميديا الفيديوهات اللي بتنتشر بشكل عفوي، اللي الناس كلها بتتكلم عليها. في فيديو انتشر مدته أقل من دقيقة، خطف قلوبنا كلنا حرفيا وإحنا بنشوفه على السوشيال ميديا. طالبة في الفرقة الرابعة في الكلية عندها امتحانات آخر السنة، علشان تروح كليتها والدها اللي عنده 59 سنة ربنا يديله الصحة بيوصلها على العجلة الساعة 6 الصبح. يا حمدي صاحبة الفيديو اللي انتشر بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا معانا دلوقتي على التليفون. يا آية صباح الفل عليكي. صباح النور. يا آية قولي لنا بقى، فيديو قمر وحاجة رائعة الجمال وقد إيه وصل يعني للقلوب كلها، وانتي بتصوري الفيديو وانتي بتحطي الفيديو كنتي متخيلة انه هينتشر بالشكل ده، ولا كان مجرد تكريم لوالدك بتقولي له فيه ان انتي ممتنة لكل اللي هو بيعمله لك؟ لا طبعا، يعني انتشار الفيديو ما كانش في التوقعات خالص، يعني ده كرم من ربنا جه كده، يعني سبحان الله. انا كنت مصوراه بشكل عفوي بس. ايوه، بنشوف دايما حاجات زي كده. يعني بتفكريني بالبنت اللي كانت بتصور الكافيه بتاع باباها وبتقول عندنا مش عارف ايه، ترى عندنا يعني الحاجات الجميله اللي بتطلع عفويه وتلقائيه بتنتشر. ازاي استقبلت ردود الافعال دي عليها؟ والله احنا اول مره طبعا في البيت نتعرض لحاجه زي دي، خاصه ان الفيديو وصل قوي، الناس كلها عرفتنا، كل الناس بتدعي لبابا. يعني ليها ميزات ولها سلبيات. الميزات ان الناس كلها فعلا بتدعي لبابا، هو حاليا بسبب المعاش بتاعته، كانت المعاش بتاعته، فهو انا حسيت ان ده تكريم لي في اخر ايام في الشغل بتاعه، ان الناس كلها تبقى عارفاه، الناس كلها تدعي له. يعني سبحان الله ان هو يتنشر في الوقت ده بالذات، فدي ليها حكمه يعني. اكيد. طيب انت اتفاجئتي بقى بكميه الشير الرهيبه اللي حصلت للفيديو؟ اكيد طبعا، يعني وصل لكام؟ انا ما تخيلتش ان هو ينتشر، لان هو فيديو لا يتعدى الثواني، ما تخيلتش ان هو ينتشر بالطريقه دي، خاصه ان هو ما فيهوش سسبنس قوي، يعني فيديو عادي جدا. طب انت عارفه ان اكتر الفيديوهات مشاهده على اليوتيوب بتبقى فيديوهات تلقائيه من غير كاميرات احترافيه بشكل عفوي؟ انت عارفه كده ولا مش عارفه كده؟ يعني اكتر حاجه بتتشاف في الدنيا الحاجات البسيطه دي، مش الحاجات المترتبه. عارفه ده ولا مش عارفه ده؟ لا والله مش عارفه. اديكي عرفتي. طب قولي لنا بقى، الوالد لما شاف الفيديو وشاف رد الفعل حس ايه؟ يعني انبسط؟ يعني اتفاجئ؟ ايه اللي حصل بقى؟ هو انا الحقيقه انا مش من النوع اللي بنشر حاجات شخصيه على الفيس كتير، فحكايه ان انا انزل الفيديو كنت متردده خالص ان انا انزله. المهم ان انا نزلته، يعني ايه، كذكرى حلوه ان احنا خلاص في اخر السنه وكده. المهم والدي بقى، انا ما كنتش عارف رد فعله، يعني ايه، نزلته كده الاول، وبعد كده هو بقى تلقى رد الفعل، ايه، عن طريق الناس وهي بتكلمه بقى وتقول له الفيديو بتاعك جميل وكده. هو فرح خالص، يعني لقيت رد فعل مختلف خالص، فرح، ما اعترضش، لا بل استمر ردود افعال الناس بطريقه جميله. انت والدك يعني اكيد ليه دور كبير جدا في تربيتك انت واخواتك، كلمينا عن دور والدك. يعني احنا شفنا الصوره، دايما بيقولوا الصوره تساوي الف كلمه، لكن بالتاكيد كلامك هيشرح لنا تفاصيل الفيديو الجميل ده. والدك بيمثل لك ايه؟ عمل ايه علشانكو؟ ممتنه ليه ازاي؟ تقولي له ايه في الفيديو ده؟ والله هو حضرتك والدي من الناس الحنونه والطيبه جدا، طول العمر هو معانا كده. يمكن الموقف ده انتشر عشان يعني يوري الناس تاريخ عمره معانا عامل ازاي. فهو الموضوع بس هو طول عمره معانا كده، بس الموضوع اتكرم في الاخر بالطريقه دي، طريقه كرم من ربنا وحكمه. والله هنستنى فيديو تاني منك يا آية لوالدتك ولا ايه؟ والله هو هي الفيديو جه بطريقه عفويه، فمش عارفه، لا اعتقد مش هيتكرر تاني.
طب تحييها وتسلمي عليها من خلالنا علشان تعوضي عن الفيديو اللي ما نزلهاش. هي فرحها، يعني هي فرحتها من فرح بابا، يعني هي راكب برضه رد الفعل بطريقه جميله، وقالت طالما بابا فرحان يبقى انا خلاص انا فرحانه في كمان. انت في الناس شكرته باسمي. اي انت في كليه تربيه جامعه دمنهور، البحيره بقى كلها بتتكلم عليك النهارده، بقيت انت حديث البحيره الايام دي. حبيب مصر مش البحيره بس، يعني اتمنى كلهم يدعوا لي في الامتحانات. يعني خلصتي انت ولا لسه يا ايه؟ لا انا لسه، ده كانت اول يوم. اوكي. انت سايبه المذاكره وقاعده تبصي على عدد الشير وقاعده تشوفي، ولا لا انت قاعده مركزه في حالك؟ لا والله انا مش سايباها، هي بتيجي بقى يعني انشغالات قوي، فربنا يستر يعني. شكرا لك يا ايه. ايه حمدي طالبه في كليه التربيه جامعه دمنهور، اللي عملت فيديو وورت الناس كلها قد ايه الاب دايما بيبقى حنين على بناته. حنيه الاب حتى لو هو يقترب من الستين من العمر، بيروح يودي بنته بالعجله، بيبذل مجهود عشان يوديها. اب ده جميل قوي. طبعا طبعا.